انزين عيد مثلا حلم صاحبتي انه انا واياها كنا بغرفه وكان تود الخروج ولكن لا تعرف اين. قبل الخروج حكيت لها البس الجلباب علما ان الجلباب لونه احمر وعليه كسرات. فقالت يمكن يكون ما يجي علي وضيق. حكيت لها جربيه راح يطلع حلو فلبسته وطلع حلو. يعني هي هنا بما ان الحلم كله لصاحبتها فالمستفيد الاول من الحلم صاحبتك يا اختي الكريمه مش انت. ولكن انت هنا ظهر في الحلم انك انت ذات راي وذات حكمه وذات يعني توجيه ممتاز لاصدقائك مشورة. فيستحسن انها تاخذ بنصيحتك ومشورتك دائما. هي الظاهر انه في عندها راح تكون البنت هذه تحتاج اما عمل جديد او تحتاج شو اسمه انه بتقدم لها احد. فحسب الحلم انه انت بتعطيها نصائح بتنفعها في هذا الامر. ربما انها هي تكون مش قادره تاخذ قرار نهائي او مش قادره تحكم حكم نهائي. فانت هذا صديقتك اذا تعرضت الى موقف فيه اختيارات او فيه مقارنه وتلجأ لك سوف تعطيها المشوره الصحيحه وان شاء الله يكون في موضوع الزواج والله اعلم. اذا كانت متزوجه